إلى حوزة التكريم كما كرمها رب العباد، وبدأ بذكر النعم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فبدأ بنعمة الإناث أول شيء، سبحان الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى رجلا يبكر بأنثى كان يبشره، ويبشره بسعة الرزق. ويقال في الأثر عندما تولد البنت يقول رب العباد عز وجل: ضعيفة خلقت من ضعيفة، أشهدكم يا ملائكتي أن من عالها أعوله حتى يموت. وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سمع النبي يقول: من كان عنده ثلاث بنيات فأحسن تربيتهن كن حرزا له من النار، قال رجل: واثنتين يا رسول الله، قال: واثنتين، قال رجل: واحدة يا رسول الله، قال: واحدة. أما أن يترك لك أبوك أختا تحتمي بك وتشعر أنك سند لها بعد أبيها، فاتق الله لا تأكل ميراثها ولا تظلمها حتى يعود الوئام إلى المجتمعات مرة أخرى. والله لو رفعنا الظلم الذي بيننا وبين أنفسنا وبين عائلاتنا وأقاربنا وممن نحن مسؤولين عنهم، سوف يرفع الله عنا ظلم الظالمين الذين يقودوننا كالقطعان التي لا راعي لها. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته.